لكم اليوم حندير لكم صينية بطاطا في مع الجاش في الفرن. كنطلبها مني مروان، متابعي مروان، ان شاء الله تكون عند حسن ظنه. نحتاجو الدجاج، افخاذ الدجاج تكون صغيره مقطعه على نص باه يدخلها الطياب ولي زيبيس مليح. نحتاجو نص كاس زيت، شويه ليمون قاص، ولا اللي ما عندوش ندير خل ابيض، توابل فلفل اسود، ملعقه قهوه فلفل اسود، ملعقه قهوه توابل الدجاج، ملعقة قهوة ملح، وعندنا دو ساشي تاع الزعتر. ونحتاجو تاني كركم، نسيت ما قلتكمش كركم تاني. ونحتاجو بصل صغير ملحي، زوج سنات ثوم ملحية، ملعقة قهوة موتارد، معدنوس، طماطم ملحية وطماطم مصبرة. هادو بكون خلطوهم مع بعضهم ونتبلو بهم الدجاج. نحطو كلش مع بعضه على الدجاج. تبلوهم مليح يدخل فيهم الدواء مليح هك، ونخليوهم في الفريجيدر على الاقل ساعتين. اللي يحب يديرهم الصباح ويطيبهم العشيه سي انكور ميو، ولا في الليل ويطيبهم الصباح مليح. حكوا مليح هك، نغطيوهم بالبابي فيل وحطهم في الفريجيدار. نقطع البصل كيما راكم تشوفوا دي غوندال، نكثر البصل ونديرو هو لا بروميير كوش في البلاطو، ينحطو في الفور بيان سور مفرش بالبابي دو كويسون. والبصل يعطي بالنهايه باسكو من بعد كي يطيب يطلق هذاك لو جو تاعو جي كاراميليزي، يطلق بنا في البطاطا. نحطو البصل كيما قلنا لا بروميير كوش، ونقطعو طماطم بعدا هكا دي غوندال نحطها ليها هكا. دوكا نشعل الفرن على 220 درجة يسخن، ودوكا الصحن اللي كنا تبنا فيه الدجاج نحيو الدجاج هكا نحطو هنا. التتبيلة هذه نصبوها على البطاطا، قطعناها دوائر. قطعناها دوائر ماشي دقيقة بزاف، وحدة 2 مليمات هكاك. نحطو بيدينا هاك تدخل فيها، ستفوها فوق البلاطو فوق الطماطم، والطماطم اللي حتطلق الماء تاعها هكا حتى نكملو للآخر. القطعة تاع الدجاج من فوق هاك جهة الجلدة تجي من الفوق، باه من بعد كي يطيب ويخلص نحمروه. عطي لك خوت هاديك، بقى شوية في الصحن من هاديك الخلطة، نحطو فيها واحد كاس ربع تاع الماء، سا ديبون لا كونتيتي، منكتوش الماء بزاف. كيما أنا لا كونتيتي هنايا حط كاس ربع، لي يدير كونتيتي شوية ناقصة نص كاس بزاف هاك. ونحطو نصبو على الجوانب منها هاك، نغطي البلاطو بالبابي كويسون. ما حطوش بابي الومنيوم ديريكتومون، نحطو سير بابي كويسون لي وفوقو بابي الومنيوم لأسباب صحية، باسكو لو كان حطو بابي الومنيوم اللول راح يطلق مادة مش مليحة للصحة تاع الإنسان هاك. نغطيوه مليح هكا بان الشي كامل يبقى لداخل وما يشيحناش من الماء هكا. ندخلوه الفرن على 220 درجة كما قلت لكم مدة ما بين ساعة وساعة ونص. دونك سا ديبون لا كونتيتي، الكمية اللي حتدخلها الفرن. كي تعدي ساعة نشوفو تاش البطاطا، لا كان طابت نجبدوها
ولا كان الدجاج مازال ما دخلوش طياب باغزوم نحيو الباطا من الفور ونحطو الدجاج في لي بابي هذا في لي ساشي سبيسيال تاع الدجاج هذا نزيد نخليه يدخل شويه يكمل الطياب تاعو دونك سا ديبون كل واحد والفور تاعو كل واحد والكميه اللي حيديرها اتوتالوغ هذا بعد ما طاب ها الدجاج طاب مليح دونك واش نديرولو نحطوه نطفيو الفور من تحت ونشعلو من الفوق يحمر تاخذ اللون القشره هذه الجلده هذه تاخذ اللون شويه احمر وهذا بعد ما حملناه شويه داس شويه لاكروت هذه دوك نحطو في صحن التقديم سي تام بلا تري بون وهذا اللي كمروان بصحتك ان شاء الله انجيلا تكوني تها بنينه باك تمتع صوص لاي بركاج زاكيه شويه معدنوس هكذا نزيدو له شويه عصره تاع قرص